أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم الآية، هل فيها الحكم على من تولى الكافر لدنياه لا لدينه بأنه مؤمن لأن الله ناداهم باسم الإيمان؟ لا، ما يجوز هذا، لكن الله عذر هذا الصحابي بما صدق فيه من بيان الدافع له على مكاتبته للكفار أنه ليس محبة لهم ولا بغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا شكا في أن الله سينصر رسوله وله نفاق، فهو بين عذره رضي الله عنه، عذره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يذم هذا الصحابي أو مثل ما يفعل بعض الجهال، حتى أن بعضهم يقول هذه ردة وأنه ارتد والعياذ بالله، هذا لا يجوز. نعم، الله يعذره والرسول صلى الله عليه وسلم يعذره، وأنت تقول أنه مرتد أو أنه نعم أو أنه منافق نفاق أكبر. نعم.